أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حصتنا من مادة القراءة والكتابة لهذه الحلقة غادي ننتقلوا باش ندرسوا موضوع جديد حتى هو عنده علاقة بالمجال الثقافي واللي هو الذاكرة الشعبية، وغادي نتعرفوا على موضوعنا من خلال هذا النص اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذن كيف ما قلنا عنوان نصنا هو الذاكرة الشعبية، وغادي نقرأ النص. تحفل الذاكرة الشعبية المغربية بتراث ثقافي شعبي غني وغزير متمثل في مجموع الحكم والأمثال والألغاز والأحجيات والأشعار والموسيقات التي تسري على لسان كل المغاربة لأنهم توارثوها أبا عن جد. إذا نواصلوا القراءة ديال النص. تعتبر هذه الذاكرة ينبوعا معرفيا يستنبط المغاربة من معانيه الدروس والعبر ويسقلون بأشعاره وموسيقاه ذوقهم ومواهبهم. فمن منا لم يتأثر بشعر الملحون والعيطة وقصائد وحكم عبد الرحمن المجذوب؟ ومن منا لم يستفد من الأمثال والحكم من قبيل الحرفة إلى مغنات السر وقيلات زيد في العمر؟ إذن غادي نواصلوا القراءة ديال النص ديالنا. إن التراث الشعبي المغربي جزء من حضارتنا فلنحافظ عليه. إذن بعد ما قرينا النص ديالنا غادي نمروا الآن باش نعاودوا القراءة ديالو ونشوفوا الفقرة الأولى. شو عند سميرة؟ تفضلي سميرة، قرينا هذه الفقرة. تحفل الذاكرة الشعبية المغربية بتراث ثقافي شعبي غني وغزير متمثل في مجموع الحكم والأمثال والألغاز والأحجيات والأشعار والموسيقات التي تسري على لسان كل المغاربة لأنهم توارثوها أبا عن جد. مزيان. إذا بعد هذه القراءة ديال الفقرة الأولى غادي ندوزوا للفقرة الثانية، شوفوها أمامنا على الشاشة، ونمشيو عند ملكة. عفوا تفضلي ملكة، قرأي لنا هذه الفقرة. تعتبر هذه الذاكرة ينبوعا معرفيا يستنبط المغاربة من معانيه الدروس والعبارة ويصقلون بأشعاره وموسيقاه ذوقهم ومواهبهم ملكة. مزيان. يلا إذا نواصلوا القراءة ديال النص ديالنا وشوفوا الفقرة اللي غتجي من بعد. نمشيو عند حليمة. تفضلي حليمة. فمن منا لم يتأثر بشعر الملحون وعين والعيطة والقصائد والحكم عبد الرحمن المجذوب ومن منا لم يستفيد من الأمثال وحكم من قبيل الحرفة إلى مغنات تتستر أو وقيلة زيد في العمر. مزيان. إذا غادي نمروا للفقرة المتبقية اللي غادي تدار أمامنا على الشاشة ونشوفوا حكيمة تقرأ لنا. تفضلي حكيمة. إن التراث الشعبي المغربي جزء من حضاراتنا فلنحافظ عليه. مزيان. إذا انتهينا من قراءة النص ديالنا، غادي نمروا الآن باش نشرحوا الكلمات والعبارات اللي صعبة في هذا النص باش نفهموه أكثر ونشوفوا شكون هي الكلمة الأولى أو العبارة اللي محتاجة للشرح في نظركم.
هي شكون تعطينا الكلمة الأولى اللي محتاجة الشرح؟ شوفوا حليمة. تحفل الذاكرة الشعبية. ذاكرة الذاكرة الشعبية. الذاكرة الشعبية. الذاكرة الشعبية. نعم اللي كانت هي العنوان الذاكرة الشعبية. شنو المعنى ديال الذاكرة الشعبية؟ شوفوا حكيمة تفضلي. الذاكرة الشعبية اللي كانت كيحفظونا الناس الكبار بحال الحجاية والأمثال والحكام اللي كيعرفوا الناس من زمان. مزيان فعلا. إذا كيف ما عطاتنا حكيمة، الذاكرة الشعبية هي واحد المخزون ديال واحد البلد معين، ذاك المخزون الشعبي ديال البلد معين وكيتعبروا عليه بطريقة شفوية. إذا وغنشوفوا هذا الشرح ديال هذه العبارة الذاكرة الشعبية كيف ما غادي تظهر أمامنا على الشاشة. هو المخزون الثقافي لبلد ما ناتج عن تراكم ثقافة الأجيال مثل الحكايات والحكم والأمثال ويعبر عنها شفويا. إذا غادي نمروا ونشوفوا إذا كان شي كلمة أخرى كذلك محتاجة الشرح ولا عبارة. سميرة تفضلي. تحفل. نعم تحفل. إذا المعنى ديال تحفل شنو المعنى ديال تحفل؟ نعم دنبا اللي ما عرفتوش الشرح ديالها، تحفل معناها هي تجمع، يعني هذه الذاكره كتجمع بزاف ديال الاصناف ديال التراث. وغادي نشوفوا تحفل امامنا على الشاشه. اذا تحفل شرحها هو تجمع. وتقرا لنا ملكه هذا الشرح. تفضلي ملكه. تحفل تجمع. مزيان. اذا نواصلوا شرحنا للكلمات والعبارات الصعبه هاد النص ونشوفوا واش مازال عند الحاضرات ديالنا شي كلمة ولا عبارة غير مفهومة. سميرة بلي عندك شي حاجة؟ تسري على لساني. نعم إذا سميرة عطتنا هاد العبارة تسري على لساني، في نظركم شرحها شنو غيكون؟ حكيمة تقدري تعطينا شرح؟ يعني كتحصد كل شيء بسهولة. نعم نعم يعني كتحفظ كل شيء بسهولة. نعم تسري على لسان تحفظ كل شيء بسهولة، أو لا تجري تنقولوا بالعربية تجري، تسري بمعنى تجري. ونشوفوا شرحها تسري على لساني كيف ما شرحت لنا حكيمة تجري على لساني. إذا تقراها لنا هذا الشرح، نرجع عند حليمة تفضلي قري لنا الشرح. تسري على لساني تجري على لساني. مزيان. إذا ونشوفوا الفقرة الموالية نشرحوا العبارات ديالها، شوفوا إلا كاين عندنا هنا شي كلمة ولا عبارة محتاجة الشرح. نظركم كاين شي كلمة أو لا عبارة؟ شوفوا سميرة. ينبوعا. نعم ينبوعا. إذا سميرة عطتنا ينبوعا. لينبوع ما معنى لينبوع؟ يلا حليمة. هو العين ديال الماء. نعم إذا كيف ما عطتنا سميرة، عفوا حليمة، هو العين ديال الماء. وتنقولوا لينبوع يعني هذه الذاكره هو المنبع ديال المعرفه ديال هذا الموروث. اذا غنشوفوها ينبوعا المعنى ديالها هو عين الماء كيف ما شفناها على الشاشه. نرجع عند عفوا ملكه تقرا لنا الشرح. تفضلي ملكه. ينبوعا عين الماء. عين الماء. نعم مزيان. اذا ينبوعا هي عين الماء. نشوفوا واش مازال شي كلمه او لا عباره محتاجه الشرح. سميرة تقدري تعطينا شي كلمة؟ يستنبط. يستنبط. ما معنى يستنبط؟ عرفتوهاش؟ نعم إذا غنشرحها. يستنبط هي يستخرج. إذا يستنبط معناها يستخرج. غنشوفوها على الشاشة. يستنبط إذا يستخرج. نرجع عند سميرة تقراها لنا. تفضلي سميرة. يستنبط يستخرج. نعم مزيان. نشوفوا واش مازال كذلك شي كلمة أو لا عبارة محتاجة الشرح. يلا حكيمة. ويسقلون. نعم يسقلون. إذا كيف ما شفتوها بالأحمر يسقلون، في نظركم ما معنى يسقلون أو لا يسقل؟ شوفوا ملكة. معناها يعني يتنقى مزيان. نعم إذا تيتنقى مزيان. نعم ولكن عندنا في النص يسقلون ذوقهم بمعنى يسقل الذوق، بمعنى يهذبون الذوق وتسقلوه. غنشوفوها على الشاشة. يسقلون إذا كما غادي يظهر شرحها، صقل الشيء كشف صدأه كما قالت لنا ملكة، يعني كيتنقى
وحسن هو هذبه. اذا تنتكلموا على الذوق تنقولوا يسقل الذوق، يعني تحسين الذوق، تحسنوا الذوق ديالهم وتهذبوه كيف ما شفنا على الشاشه. اذا غادي نواصلوا شرح الكلمات والعبارات ونمشيو للفقره الاخيره. اذا نشوفوا كذلك واش عندنا، اولا الفقره ما قبل الاخيره، ونشوفوا الا كان مازال شي كلمات ولا عبارات. يلا حكيمه. عبد الرحمن المجدوب. نعم، اذا عبد الرحمن المجدوب اسم هذه الشخصيه اللي كاين عندنا في هذا النص. هذا نظركم شكون اللي عندها شرح لهذا، او لا شكون هذه الشخصيه اشنو كتعني؟ سميره تفضلي. عبد الرحمن المجدوب هو شاعر مغربي وتيكتب الزجل. نعم، اذا فعلا كيف ما جاوبت سميره، عبد الرحمن المجدوب هو شاعر مغربي صوفي، كان دائم التنقل ما بين القرى وما بين المداشر، كان معروف بمجموعه ديال الحكم والاقوال ديالو، والاشعار او الزجال ديالو لازالت لحد الان محتفظه بها الذاكره الشعبيه المغربيه. وغنشوفوا شرح هذه الكلمه او هذه العباره اللي هي اسم ديال شخصيه مغربيه. اذا عبد الرحمن المجذوب شاعر وصوفي مغربي، كان دائم التنقل بين المداشر والقرى، ترك خيره من الازجال ما زالت تحتفظ بها الذاكره الشعبيه. شوفوا سميرة تعاود لنا قراءة هذا الشرح ديال هذه العبارة. عبد الرحمن المجدوب شاعر وصوفي مغربي، كان دائم التنقل بين المداشر والقرى، ترك خيرة من الأزجال ما زالت تحتفظ بها الذاكرة الشعبية. مازال ذاكرة الشعبية. نعم، ذاكرة الشعبية. إذا غادي نواصلوا ونشوفوا إلى مازال، نشوفوا الفقرة الأخيرة إلا مازال فيها شي شرح ديال الكلمات أو العبارات. شوفوا معايا هذه الفقرة فيها شي شرح، شي كلمة أو غير مفهومة. نعم، إذا كل شيء مفهوم كيف ما بان ليا. إذا بعد ما شرحنا جميع العبارات والكلمات اللي كانت صعيبة في الفهم، غادي نمروا الآن باش نطرح عليكم مجموعة ديال الأسئلة اللي خاصة بالفهم ديال النص. غادي نسولكم، إذا هنا تكلمنا على الذاكرة الشعبية المغربية، غادي نسولكم باش كتحفل الذاكرة الشعبية المغربية، شنو كاين في هذه الذاكرة؟ نشوفوا سميرة. الذاكرة الشعبية فيها التراث الشعبي المغربي، وخصنا نحافظوا عليها، وخصنا نورثوها من جيل لجيل. مزيان سميرة. إذا غادي نسولكم سؤال آخر، فاش كيتمثل هذا التراث ديالنا؟ شوفوا مليكة تفضلي. نعم أستاذة، كيمثل التراث ديال المغرب من الأحكام والأمثال والألغاز والحجايات والشعر الملحون والعيطة. نعم، إذا هذه هي هذيك المكونات ديال هذا التراث المغربي الشعبي. إذا غادي نسولكم، كان في النص واحد المثل شعبي مغربي جا في النص، شكون اللي تقول لنا هذا المثل؟ شوفوا سميرة تفضلي. المثل هو الحرفة إلى ما غنتت السر وقيلا كتزيد في العمر. مزيان، إذا هذا المثل اللي عطتنا سميرة واللي كان في النص، شكون تقدر تعطينا المعنى ديالو؟ شنو المعنى الحرفة إلى ما كيف ما قالت سميرة؟ نعم أستاذة، المعنى ديال المثل اللي في يديه شي حرفة إلا ما غناتو غاتصري ما كنعيش بها. مزيان مزيان، ولكن في النص تنقولوا تزيد في العمر، المعنى ديالها أن الإنسان اللي تيكون عنده واحد الحرفة تيكون ديما ناشط، يعني ناشط كيتحرك، تيحرق ديك الدهون اللي كتكون في الأكل ديالو، فبالتالي هذا تيخليه أنه يتفادى مجموعة ديال الأمراض اللي تتقدر ربما تكون سبب في الموت ديال الحامل ديالها في واحد السن اللي هو أقل من المعدل. إذا هذا هو المعنى ديالو، ديال هاد تزيد في العمر. إذا غادي نطرح عليكم سؤال آخر، شنو هو باش خصنا نلتزموا تجاه هذا التراث؟ إذا عندنا تراث غني متنوع كيف ما ذكرتوا، فيه مجموعة من المكونات، اشنو خصنا نلتزموا تجاهه؟ شوفوا حكيمه. نعم استاذه، خصنا نحافظوا عليه. نعم، اذا عندنا تراث غني فيه مجموعه ديال المكونات غنيه كيف ما قلنا، اذا خصنا كيف ما قالت لنا حكيمه نحافظوا على هذا التراث. اذا باش نزيدوا نتقربوا من الذاكره الشعبيه اكثر، الشعبيه المغربيه، غادي نمروا باش ننجزوا تمرين تيتعلق بالفهم، ونشوفوا تمريننا على الشاشه. اذا التمرين هو عباره على مجموعة ديال الكلمات، عندنا أحجية العيطة، والعبارة الأخيرة كاين شعر الملحون. إذا هذه المكونات كيف ما شفنا ديال تراثنا الشعبي المغربي،
وكاينه في المقابل عندنا المعاني ديال هاد المكونات. عندنا تعني النداء وهو لون غنائي مغربي قديم. وللمعنى الثاني عندنا نظم شعبي شفوي متوارث عن الأجداد. والمعنى الأخير كلام مغلق أو لغز يتبارى الناس في حله. إذا المطلوب منا في التمرين هو غادي نصل بسهم بين كل كلمة والمعنى ديالها. إذا عندنا في الأول أول كلمة هي أحجية. شنو المعنى ديال أحجية من بين هاد المعاني الثلاث اللي كاينه في الجدول؟ إذا نشوفوا ما معنى أحجية. سميرة؟ أحجية هي كلام مغلق. نعم، كلام مغلق أو لغز يتبارى الناس في حله. مزيان. إذا الأحجية كيف ما عطاتنا سميرة هي هذا المعنى، وغادي نصيروا بسهم كيف ما جاوبتنا سميرة. العيطة، ما معنى العيطة؟ الشرح ديالها أو المعنى ديالها شكون تقدر تجاوبنا؟ شوفوا مليكة تضلي. العيطة غنائي مغربي قديم. لا، عندنا هذه في المعنى الأول، عندنا تعني النداء وهو لون، هذه كلها معنى. قرأي لنا المعنى كامل مليكة. تعني النداء وهو لون غنائي مغربي قديم. مزيان، إذن هذا هو الجواب ديالك مليكة. نعم، إذن راه كلها عندنا. وشنو غنديروا مليكة دابا؟ غادي نديروا السهم. نعم، إذن نصل بسهم بين العيطة وبين هذا المعنى اللي هو أنها نوع أو لون غنائي مغربي قديم، يعني تعني النداء. بقى لنا شعر الملحون، شكون تعطينا؟ شوفوا حكيمة جاوبنا على الشرح ديالو. شعر الملحون نظم شعبي شفوي متوارث عن الأجداد. مزيان، وغادي غادي نصلوا بخط. نعم، نصل بخط بين شعر الملحون وبين هذا المعنى ديالو. مزيان، إذا هكذا نكون انتهينا من تصحيح تمريننا اللي كان متعلق بالنص ديالنا. وغادي باش نزيدوا نفهموا نصنا أكثر، غادي نكلفكم بواحد الواجب منزلي اللي غادي توجدوه في نهاية الحلقة 57 في الكتاب المقرر اللي بين يديكم، ونشوفوا واجبنا على الشاشة. إذا الجمل عندنا مجموعة ديال الجمل يقابلها خانة الصحيح والخطأ. الجملة الأولى: تمثل الذاكرة الشعبية الهوية المغربية الأصيلة. تقتصر الذاكرة الشعبية على الأشعار والألغاز. وآخر جملة عندنا: الحكايات المغربية خزان للعادات والتقاليد والقيم. إذا المطلوب منكم في هذا الواجب هو تقرأوا هذه الجمل وتجاوبوا بما يناسبها، يعني توضعوا العلامة في الخانة المناسبة. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نقوموا بالتصحيح ديالو. وبهذا أخواتي إخواني تكون حصتنا لمادة القراءة والكتابة وصلت لنهايتها. نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الحلقات الفايتة الآيات من 1-5 من سورة ياسين، وفي هذه الحلقة في زوج حلقات اللي من بعدها إن شاء الله غادي ندرسوا الآيات من 6-8 من سورة ياسين كذلك، ونبدأوا على بركة الله. الآن استمعوا جميع لهذه القراءة المباركة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دابا غادي نقرأ الآية 6 وغادي تردوا من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تفضلي سميرة قرأي لنا هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على سميرة لقد 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 حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم مزيان سميرة تفضلي مليكة قرأي الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على مليكة حق لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم زين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. تفضلي قرأي حليمة. إنا جعلنا انتبه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. نعم أعيدي حكيمة قري. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. زين أعيدي حليمة هذه الآية نفس الآية باش تعلمي القراءة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أغلالا فهي أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. زين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تفضلي سميرة قرأي لنا هذه الآية. وجعلنا من انتبهي سميرة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انتبهي لا يبصرون لا يبصرون باء قلقلت الباء هنا. نعم أعيدها. فهم لا يبصرون. نعم أعيدي مليكة تفضلي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سدا فأغشيناهم أعيدي. سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جيد مليكة. الآن بعد ما قرينا هذه الآيات من 6 إلى 8 من سورة ياسين غادي نتعلموا القراءة الصحيحة لعبارة أكثرهم فهم. أكثرهم فهم أعيدي سميرة. أكثرهم فهم. أعيدي مليكة. أكثرهم فهم. نعم باش تفهموا مزيان شوفوا معايا الجدول اللي على الشاشة. إذا عندنا لاحظوا معايا هذه العبارة كيفاش أنها مكتوبة في المصحف الكريم. أكثرهم فهم. إذا لو شكون تقرا لي هذه العبارة في الخانة الثانية اللي كتبين لنا طريقة النطق. تفضلي حكيمة قرايها لنا. قرا لنا هذه العبارة هذه. أكثرهم فهم. نعم. حكيمة قرات لنا هذه العبارة وسمعتوها. إذا هنا واش حرف الميم تتبين ولا لا؟ نعم سميرة. نعم تظهر حرف الميم. نعم أحسنتي. إذا حرف الميم هنا في هذه العبارة الحكم اللي جا فيه هو حكم الإظهار. وحكم يعني كنظهروا داك الميم الساكنه. علاش تنظهروها؟ لان جنب بعد منها حرف الفاء. ولكن حنا تنعرفوا كنا قرينا ان الميم الساكنه عندها زوج ديال الاحكام وهذا الحكم هذا اللي كنقراوه اليوم هو الحكم الثالث. يعني ان هذه الميم الساكنه عندها احكام اخرى. شفنا الحكم اللي هو حكم الاخفاء الشفوي. فوقتاش تنخفيو هذا الميم الساكنه؟ ملي تيكون عندنا من بعد منها حرف الباء.
وهذا هو هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث هو ان لجتنا حرف الميم ساكنة وجنب بعد منها حرف ميم اخر تتعطي واحد الحكم اخر اللي هو حكم الادغام المتماثلين، يعني ادغام المتماثل يعني حرف الميم الساكن وجنب بعد منه حرف ميم متحرك تندغموا ذاك الميم الساكن في الميم المتحرك وكيتسمى حكم الادغام المتماثل. بينما هنا عندنا حكم الاظهار يعني تنظهروه قلنا في تنبينوا هذا الميم الساكنه علاش ان جبت حرف الفاء وما جاش عندنا شي حرف بحال الباء او الميم، جاء حرف الفاء يعني حروف الهجائيات ما عدا حرف الباء وحرف الميم اللي كتعطيها واحد الحكم اللي هو الادغام قلنا والاخفاء. ان اما الى جات الحروف الاخرى لبقيه الحروف فاننا كنظهروا هذا الميم الساكنه. وباش تفهموا مزيان كذلك شوفوا معايا هذا المقطع ديال الايه، هذا المقطع من الايه الكريمه اللي غادي يظهر لنا على الشاشه. تصدي ملكة قرينا هذا المقطع. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم اذا ندير لنا التطبيق ديال الاظهار فهم. لقد حق القول على اكثرهم فهم أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم أكثرهم فهم وتنقراوها بحال هكا أكثرهم فهم، يعني ديك الميم حاولوا انتبهوا معها أننا تنظهروها هنا تتبنى وتنظهروها لأن عندنا حكم الإظهار هذه الميم الساكنة. وانتبهوا كذلك لأن تقريبا حرف الميم وحرف الفاء المخرج ديالهم متقارب، يعني داك الشيء خصنا انتبهوا معاه واخا اننا كنعرفوا الحكم ربما ولكن في التطبيق تنغفلوا على هذه المساله. اذا قري لنا حليمه اكثرهم فهم. اكثرهم فهم. نعم احسنتي اعيدي ملكه. اكثرهم فهم. نعم سميره. اكثرهم فهم. تبارك الله عليكم. والان بعد ما قرينا هذه الايات البينات وتعلمنا القراءه الصحيحه لهذه العباره اكثرهم فهم اللي فيها حكم الاظهار غادي ننتقلوا لشرح الكلمات والعبارات باش نفهموا معاني الايات. اذا تنطلب من سميره قراي لنا الايه السادسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم اذا شنو الكلمه او العباره اللي ما فهمتيش سميره في هذه الايه؟ لقد حق القول على اكثرهم. نعم لقد حق القول على اكثرهم يعني وجب العذاب ديال النار على هاد المشركين. اذا من خلال هذه الايه قال الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا شنو تيبين لنا الله سبحانه وتعالى من هاد في هذه الايه هذه؟ نعم سميره. الله عز وجل تيبين لنا بالله غادي يعذب دوك الكفار اللي اصروا على الكفر ديالهم. نعم المشركين اللي صروا على الكفر ديالهم. نعم احسنتي. وهذا لقد هنا اللام اللي جات هنا في لقد لام التاكيد تتاكد على ان هاد المشركين يعني تستحقوا العذاب. علاش؟ لانهم مصرين على الكفر وعلى التكذيب وعلى داك الشيء. بسبب هذا الشيء ما امنوش بالرسول صلى الله عليه وسلم وداك الشيء اللي جا به. فهم لا يؤمنون يعني انهم تركوا الايمان. انتقلوا للايه 7 شكون اللي تقراها وتقول لنا شنو الكلمات اللي ما فهموش؟ تفضلي حكيمه. وجعلنا انتبهي انتبهي ان نعم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. نعم إذا أعطينا الكلمات أو العبارات اللي ما فهمتيش. ما فهمتش أغلالا والأذقان. نعم إذا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أغلالا بمعنى هم السلاسل. الكلمة الثانية اللي ما فهمتيش حكيمة الأذقان. نعم الأذقان هو جمع ذقن والذقن هو مجمع اللحيين أو ما تحت اللحيين. إذا بقات شي كلمة أخرى؟ نعم أستاذ ما فهمتش. مقمحون. مقمحون بمعنى أن رافعين الرؤوس ديالهم وما تيقدروش أنهم يخفضوها. فعلا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة
تمثيل هنا تمثيل وتصوير الله عز وجل لحال المشركين في الضلال ديالهم، بحال اللي في الاعناق ديالهم شي سلاسل تتوصل الاذقان ديالهم تتمنعهم انهم يعني يشوفوا يلتفتوا لطريق الحق والهدى، ودائما الرؤوس ديالهم تتبقى يعني الفوق ما كيقدروش يخفضوها ويشوفوا يعني حتى شي حاجة من الهدى والإيمان. ننتقلوا لآخر آية، شكون اللي تقراها؟ تقولنا الكلمات اللي ما مفهوماش في هذه الآية. نعم تفضلي سميرة. وجعلنا من انتبهي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون يبصرون. نعم، إذا شو الكلمات أو العبارة اللي ما فهمتيش يا سميرة في هذه الآية الكريمة؟ سدا فأغشيناهم. نعم، وجعلنا من بين أيديهم سدا، وسدا يعني سد تيمنعهم يعني من الإيمان ومن ترك الشرك والمعاصي. أما فأغشيناهم يعني وضعنا العيون ديالهم غشاوة خلتهم ما كيشوفوا حتى شي حاجة. هنا الله تبارك وتعالى لازال هنا تصوير وتمثيل لحال المشركين. إذا شنو فهمتوا من هذه الآية الكريمة اللي كت الله تبارك وتعالى فيها تصوير وتمثيل لهذا الحال؟ كيفاش هذا الحال ديال هذ المشركين حليمة من خلال هذه الآية؟ بحال شي حدين داري عليهم شي حازم تيخليهم يشوفوا حتى شي حاجة، ضايع عليهم شي حازم تيخليهم يشوفوا حتى شي حاجة. نعم أحسنتي حليمة، فعلا يعني هنا لا زال الله تبارك وتعالى تصور لنا وتوصف لنا حال هاد المشركين في الضلال ديالهم وفي العناد ديالهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توصف الحالة ديالهم بحال أن وجعلنا يعني بحال يجعل ما بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني أمامهم واحد السد وكذلك وراءهم واحد السد اللي تيمنعهم أنهم يشوفوا يعني قلنا طريق الحق والهدى. فأغشيناهم يعني بسبب هذا السد، هذا السدين يعني هذا السدين الكبار تيمنعهم أنهم تتكون واحد الغشاوة على الأبصار ديالهم أنهم يتبعوا طريق الحق والهدى ويبقوا بحال أنهم شي مطمورة ديال الغي والجهل اللي كتمنعهم أنهم يشوفوا يعني الآيات والأدلة وأنهم يتبعوا طريق الحق والهدى. الآن بعد ما قرينا هذه الآيات الكريمات فهمنا المعاني ديالها وشرحنا الكلمات، غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي توجدوه في الحلقة 57 من مادة القرآن الكريم في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوه. والواجب هو هذا، غادي يظهر لنا على الشاشة. فغطينا أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئا أصلا. لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشركين. جعلنا في أعناقهم سلاسل. عندنا مقاطع الآيات. لقد حق القول على أكثرهم. ثانيا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. ثالثا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. المطلوب منكم في هذا الواجب أنكم يعني تعطيو كل مقطع من الآيات تعطيو المعنى المناسب وتكتبوه في الخانة المناسبة. الآن غادي نكلفكم بواجب آخر اللي غادي يظهر على الشاشة كذلك. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يؤمنون. قال الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم. فراغ. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. فراغ. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فراغ. مطلوب منكم في هذا التمرين أنكم تملؤوا هذه الفراغات بالآيات بمقاطع الآيات المناسبة وتكتبوها كيف ما جات في المصحف الشريف باش تزيدوا تحسنوا الخط ديالكم. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم. خليكم مع مادة التأهيل المهني والتكنولوجي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا مادة القراءة والكتابة ومادة القرآن الكريم، غنتقلوا لمادة التأهيل المهني والتكنولوجي. وفي حلقة اليوم غادي نثبتوا ونوضفوا التعلمات اللي شفنا في الحلقات اللي فاتوا. نبدأ على بركة الله. لاحظوا معايا الشاشة، غادي نبداو بالتمرين الأول اللي كيظهر أمامكم على الشاشة، والعين عندنا فيه مجموعة من المكونات والدور ديالها ولا التعريف ديالها. عندنا اللوحة الإلكترونية، البطارية، والشريحة، وفي المقابل عندنا تولد الطاقة الكهربائية، بطاقة تعرف بالزبون صاحب الهاتف وتوجه الغرض من استعمال الهاتف النقال. واللي مطلوب منكم في هذا الواجب هو في هذا التمرين عفوا هو انكم تربطوا بسهم بين المكون والتعريف ديالو. نبداو على بركة الله. تفضلي سميرة قري لنا المكون الاول. اللوحة الإلكترونية، ربطوها ب توجه الغرض من استعمال الهاتف النقال. غنصلوا بخط ما بين اللوحة الإلكترونية وتوجه الغرض. صحيح، اللوحة الإلكترونية هي التي توجه الغرض من استعمال الهاتف النقال، وبالتالي غادي نربطوها بسهم. نمروا المكون التالي ديال الهاتف النقال. تفضلي أمريكا. البطارية تولد الطاقة الكهربائية، غادي نربطوا بيناتهم بالسهم. جيد، البطارية وهي مصدر الطاقة، هي اللي كتولد لنا الطاقة الكهربائية باش تيشتغل واش تيخدم الهاتف النقال، وغادي نربطوا بسهم ما بين البطارية وما بين العبارة ديال تولد الطاقة الكهربائية كما غادي تلاحظوا أمامكم على الشاشة. نمروا للمكون التالي. تفضلي حليمة. شريحة، بطاقة تعرف بالزبون صاحب الهاتف، هي نربطه بسهم. فعلا الشريحة هي واحد المكون من مكونات الهاتف النقال، وهي عبارة عن بطاقة تتعرفنا بهذا الزبون صاحب هاد الشريحة، صاحب هاد البطاقة. وبهذا نكون صححنا التمرين الأول، والان غادي ننتقلوا للتمرين الثاني واللي غيظهر امامكم على الشاشه، واللي عندكم في اللي غادي تنجزوه في الكتاب المقرر ديالكم الحلقه 57. حتى انتم اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين حاولوا تنجزوه معنا في بيوتكم. والتمرين كما كيظهر امامكم على الشاشه، نا من فوائد الحاسوب ولا من خصائص الحاسوب، عندنا حل المسائل الحسابيه، تخزين واسترجاع المعلومات، وعندنا بطء معالجة البيانات. والمطلوب منكم أنكم توضعوا علامة في الخانة أمام العبارة المناسبة. تفضلوا حاولوا تنجزوا التمرين في الكتاب ديالكم. وهذه المعلومات كلها كنا شفناها في الحلقات اللي فاتوا واللي تيتعلقوا بجهاز الحاسوب. انتهيتوا؟ جيد، الآن غادي نحاولوا نصحوا جميع التمرين. تفضلي حكيمة قري لنا العبارة الأولى. من فوائد الحاسوب حل المسائل الحسابية. نديروا نعم. نديروا العلامة في الخانة. علامة في الخانة. حيث من فوائد الحاسوب حل المسائل الحسابية، صحيح. حيث كما شفنا في الحلقات اللي فاتوا ان الحاسوب هو واحد الجهاز يمكننا نقوم به بمجموعه من العمليات الحسابيه، وخا تكون هذه العمليات الحسابيه جد معقده فهو كينجزها لنا في وقت سريع. سميره قري لنا العباره الثانيه. تخزين واسترجاع المعلومات، نديروا علامات في الخانه. فعلا صحيح، من فوائد الحاسوب كذلك وكما شفنا في الحلقات اللي فاتوا ايضا تخزين واسترجاع المعلومات، حيث ان هذا الجهاز يمكننا نخزنوا فيه المعلومات اللي بغينا بطريقه سهله، وكذلك يمكننا نسترجعوها في اي وقت بغينا
وبطريقة سهلة أيضا. غادي نوضعوا العلامة في الخانة أمام العبارة. العبارة الثالثة تفضلي ملكة. بطء معالجة البيانات. بطء معالجة البيانات. ما غاديش نحطوا العلامة حيت خطأ. علاش قلتي لينا خطا؟ بالعكس راه الانترنت راه سريعه في معالجه البيانات. الحاسوب سريع في معالجه البيانات. صحيح. اذا كما شفنا من فوائد الجهاز الحاسوب هو حل المسائل الحسابيه وتخزين واسترجاع المعلومات، وعلى عكس العباره الثالثه فالحاسوب سريع في معالجه البيانات اللي كنعطيوها له. وبهذا نكون صححنا التمرين الثاني، والان غادي نمروا جميع التمرين الثالث واللي غتنجزوه ايضا في الكتاب المقرر ديالكم اللي غتلقاوه كذلك في الحلقه 57، هو اللي غادي كيظهر امامكم على الشاشه. عندنا مجموعه من العبارات وعندنا جدول فيه ايجابيات الانترنت وسلبيات الانترنت، والمطلوب منكم هو انكم تملؤوا هذا الجدول بالعبارات المناسبه. العبارة الأولى عندنا تعلم مهارات التواصل والحوار. العبارة الثانية إضاعة الأوقات. العبارة الثالثة تنمية مهارات الاستطلاع والتعلم الذاتي. والعبارة الأخيرة الاستخدام الطويل للإنترنت يتسبب في أضرار صحية. تفضلوا على بركة الله حاولوا تنجزوا هذا التمرين في الكتاب المقرر ديالكم، وحتى أنتم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين حاولوا تنجزوه معنا في بيوتكم، ونتمنى أنكم توفقوا في الإنجاز ديالو. وهذه المعلومات كلها كان سبق لينا شناها في الحلقات السابقة اللي خصصناها للإنترنت، هذه الشبكة التواصلية المهمة. نتمنى انكم توفقوا في الانجاز ديال هذا التمرين. انتهيتوا؟ اذا غادي نبداو نصحوا التمرين. تفضلوا شكون اللي تقرا لي العباره الاولى؟ تفضلي حليمه. تعلم مهارات تواصلي وحواري. والحواري. جيد. ايجابيات الانترنت. هي من ايجابيات الانترنت وغنوضعوها في الخانه ديال ايجابيات الانترنت. فعلا من خلال هذه الشبكه ديال الانترنت كنتعلموا مهارات التواصل والحوار، بحيث اننا كنتحاوروا وكنتواصلوا مع الناس في العالم كامل. نمروا العباره الثانيه، تفضلي حكيمه. إضاعة الأوقات نديروها في سلبيات الإنترنت. ديال الإنترنت. فعلا الناس اللي كيستعملوا الاستعمال المفرط لهاد الشبكة ديال الإنترنت كيولي الغرض ديالهم هو أنه كيضيعوا بها الوقت، فهذا من السلبيات ديال الإنترنت. كنوضعوا هاد العبارة في الخانة ديال السلبيات. نمروا للعبارة الثالثة. تفضلي سميرة. تنمية مهارات الاستطلاع والتعلم الذاتي. نديروها في الخانة اللي فيها الإيجابيات الإنترنت. وضعوها في الخانة ديال الإيجابيات. فعلا من الإيجابيات ديال الإنترنت كذلك تنمية مهارات الاستطلاع والتعلم الذاتي، حيث كما شفنا من خلال الحلقات اللي خصصناها للموضوع ديال الإنترنت أن هاد الوسيله يمكن الناس نستخدموها في التعلم الذاتي وفي الاستطلاع وفي التثقيف كذلك. نمروا للعباره الاخيره، تفضلي ملكة. الاستخدام طويل للانترنت يتسبب في اضرار صحيه. هذه نضعه في سلبيات الانترنت. في السلبيات ديال الانترنت، حيث الاستخدام الطويل للانترنت وكما شفنا في الحلقات الفايته كيسبب مجموعه من الاضرار الصحيه والاجتماعيه كذلك.
وبهذا نكون صحنا هذا التمرين ونكونوا هنا الحلقة ديال اليوم. الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نكونوا على موعد مع موضوع جديد. ما تنساوش أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، يمكن لكم تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة مرة أخرى على قناة السادسة أو عبر الإنترنت على الرابط اللي غيظهر أمامكم على الشاشة. إلى هنا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.